مش عارف زي دي لا خلي بالك انت المره دي خلصت السباحه وحدك اي كان جيت ليش متبش سهرية انت؟ مدام مدام ورقك مالا دوخ تفضل ميرسي صحة 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 اسماعيل صحة ايش بنتي؟ صارك عملت عمى معايا انا برجع ما عملناش مع بعضنا خديجة نعم مدام جيب لي توستا الله يبارك ميرسي جبت قهوة ها؟ عليك تبدا هكا زاهية مفردة على الصباح زاهية وفرحانة وشيخة على خاطر راجلي لوم دو ما في مروح لربعة الصباح هي شبيه الاربعة متاع الصباح مخر عزيزتي؟ ليه مش مخر بكري 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 ياسر وجور الصباح الاربعة راه يا دو مانيا دو فوا دي شوز مو جو لي فوا كوم سا الاربعة متاع الصباح بو موا سي ترو تو باهي جست حاجة بركة كيف تروح الاربعة متاع الصباح مش لازم تفيقني معاك في هذه عندك حق قلقتك نو نو حتى تعرف جوز تلتخت على الفرش وريحتك بالشراب تقتل كهو عيب عليا مخيبني 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 من اوقات جامي باش نعملها طول شامبر دامي محليه راجلي قديش جونتي كيفاش؟ نحبك على خاطر شفت قديش نسهر على سعادتك وعلى راحتك عزيزتي تفضل مدام قول لي خديجه نعم سي اسماعيل انت راجلك يدخل لربعه تاع الصباح يدخل الأربعة وربعة ونص يبدا سكران وريحته بالشراب اش عندي باش نعمل له يا سي اسماعيل الفشخك متريحة ها ريت الرجال شو يعملوا صب القهوة عزيزة ميرسي بونجورني عايشك اش نعمل القهوة مسكين السيرفيس سوسيو باش يجيو يهزو اليوم ما جا حد يسال عليها لا كل يوم ناس مغربه في هالكلينيك ناس تحلمش تجيب صغار وصغار هكا يتلوحوا على غالب هذيك الدنيا مازين محليه تحب نسميه تنسميه شنو باش تسميه مهدي اسمح له صني عايشة اختي مش تقايدوها داكو حبيبي محلى زين ومحلى عين وهي تشيل شنو هذا زين كله عايشك صباح الحمد لله توا والله ايش باش نقول لك بديت مساعد عجب اي قصتني بنيه باهيه نزين بها الطاوله هنا ما عجبتكش انت المعلمه الكبيره نزلني واحده من سمناك ما عامل عليها يعني في الحكايه هي
علاش كون باش نعمل؟ نعملها ليك انت بيان سور. اللي قصد قصد دار كبيره. دار كبيره، اما البنوته لازمها تكون ترنكوشه صغيره. واحده في 30؟ في 30 ما زلت فيها في 30. في الانسان اللي عمرهم 40 ما عندك ما تقول، باقي لهم بروية حمراء. من عندي علاش ندلل؟ و 30 و 40 ربي قوي يساعدهم غيري. يا سي اسماعيل، حسب قضيتك مقضيه. وانت يا عزيزتي احسبني ديجا نفنفت لك ومرض. الله لا ينحيك عليا. ما احنا زين ما احنا العين. هي الكعبه هذه. تبارك الله يا تبارك الله يا تبارك الله يا تبارك الله. جنة. هذيك هديتي ليك دكتور. مانيش اسمع فيك. فاش تقرا؟ صح صح صح، هاك مبدل وحط الحطة وريحة البخفان. يعطيك الصحة صحة كالعادة. فم شي جديد؟ وين السهرة يا دليل؟ بعد أصحابي اللي ما تحبهمش ولا مش عاجبك باش نخرج؟ وكل ليلة نخرج تو ما تعودت ولا هكا تعمل لي شوية سين دو ميناج جونغ نحبك ونخاف عليك؟ سنين ولا لا حبيت باش تمشي معايا عزيزتي ما حبيتش، شو باش نعمل لك؟ سي توا كي أدور. تعرفني سهريات الخمج والتنوفيق نتاعك ما نحبهمش، وزيد كل صباح نقوم بكري على خاطر سيادتك تصبح ريقد ونقف على الكلينيك ونخدم خدمتي وخدمتك. ايوي معناتها البرنامج حسب اعتقادك انت يلزم يكون مثلا كل ليله نلبس البنطوفل روب دو شامبر نتكا قدام التلفزيون نبدا نزابي نشوف الروائع نتاع تلفزه تونسيه. وانت سيادتك من التسعه نتاع الليل راقده بجنبي وانا نمهد لك على شعرك. عليه ما نجموش نخرجوا نتفرجوا في فيلم نكلم صحابي نمشيو نتعشاو في ريستو شيك. صحابك قد ايه نحبهم صحابك؟ كيسكيل سون شارمون مينيون اكسترا اوردينير دي زانتلو ثقافوت. تو اف فو لو ديرني فيلم دو مامود؟ اه نو جو ني لي با فو. اي لو تابلو دو بابلو شيء عجيب. Et moi, je ne comprends pas qu'on ne mette pas en évidence la sémiologie de la sémiographie. نحبهم أصحابك، محلاهم، بالعقل، نموت عليهم. كملت؟ نجمو نقعدو نوياك في الدار. جيب كرسي بحذايا غادي ونقعدو نحكيو أنا وياك. صعيبة عليك هذيا؟ في الدار. راس راس انا وياك. ما معناش حتى صغير هكا باش يملى علينا الدار، يغني، يضحك، يبكي. عليه غلطي انا. نجم نجيب وقلت لي جامي. غلطي انا، انا غلط. انا هو الغلط. جربت معك كل شيء. نفع ربي. اسماعيل. On a encore une chance. Ça m'a dit. N'arrache pas de manger. Hay un jarbou marre ochre in vitro. Oui. باش نعاودوا ندخلوا في الدوامه هذيك نتاع الزرارق وتتنفخ بالهرمون وتولي خلقك في خشمك وانت على اعصابك وتعديهم لي 15 يوم مرار وانت تستنى وفي الاخر تطلع لك قرع وتعمل لي ديبرسيون. يزي فوق. انت عمرك ما تولي ام. اوكي
ونزيدوا نجربوا مره اخرى اخر مره جست باش نبين لك اللي انت غلطه سو سرا انكور ان ايشيك. اخرج اسماعيل. تاتيني موسى. اخرج اخرج اسماعيل اخرج. باي باي عزيزتي. اخرج اسماعيل. تو زيت عمري ما نسألكش وراني فاهم ريسك اللي خديته بكل هالحكاية هذي. يلزمك تعرف الحكاية هذي عمري ما عملتها. الحكاية تموت بينتنا لهنا. ماتت. خوك في باله انت شكيت فيها؟ في باله اي. اي تو ملاك في فيق يلزمك تطلب منه سماح. ان شاء الله يفيق بركوك اهو. باش تطلع على خويا. ميرسي. سامحني ليندا. السؤال. هاي. علاش قلت باش تعاوني وانت ما تعرفنيش وهكا عطيت فيا الثقة؟ جاوبك بصراحة. لو مامون اللي قلت لي ما نجيبش الصغار شفت في عينيك وجعت فينا شفاكم طبعا عندي 10 سنين وانا نحاول ونحاول 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 ليس دابا مخشي جربت كل شيء وتوا قاعده نعاود مره اخرى ان شاء الله ربي يرزقك وكاو موال بع زرارق ما هو؟ اي اذا انا لي سافا با مال باهي وقتاش باش يعملوا لك البونكسيون؟ تو كيف نقابل الطبيب نقول لك صعيب تريتمون شويه ها؟ نو سافا فرحانه الحق حليك تبدا زاهية كيما هكا عندك مدة ما زيدش سامحني اسماعيل جو سيك سي با ايفيدون اللي عايشة معايا مع مرة نهار طول مدبر معاها حزينة ومش عاجبها حتى شيء حتى العيشة معايا صعيبة تو كيف يجي البيبي تو برشا حاجات تتصلح زعما نعرفش علاش الدور اللي ماهوش باش يجي البيبي. جو مي سون ترو فيو بور افوار ان انفون. كان جبناها اول ما عرسنا راه توا في الليسي. اش باش تعمل؟ الدنيا ما تمشيش ديما كيما نحبوا احنا. ساعات نبدا نخمم نقول انا وياك علاش قاعدين مع بعضنا؟ علاش توا معرسين؟ استيناس عشرة. ليلي بالحق زعما نرجع نحبوا بعضنا كيف ما قبل صعيب شوي تنجمش تكذب شوي على خاطري وجي منو واحد يكذب على مرته بستم عزيزتي البلكة اللي راك Thank you.
أهلا شمس. سامحني شنو عملوا لي؟ بدل في حويجة راهو. جيت باش نقول لك اللي أنت هبلتنا الليلة. بارك الله عليك. عيشك. أما سامحني لازم تخرج خاطر ما عادش عليا بكري باش نروح باش نبدل حويجة. روح بيك. شبيك سكرت البيت؟ هذا شيء تخافش على الموسيقى بركة. اش عمل؟ من جاوبتك؟ مش هذاك الجواب اللي نحب نسمعه؟ شنو هو يا اخي بالسيفة؟ اعطيني فرصة. باهي تنخم. اي هذا هو الكلام باهي. بجد والمرة تجيهولي؟ تعرفيش بلاصة؟ تي عندي قضية ما خرجتش من الدار للخدمة من الخدمة للدار. كيف نروح نحط انترنت نقرا كتاب بعد نرقد كا؟ انت وما ترقد انا ما عادش نجم غمض عينيا اللي بالحريبش حتى داري ما عادش حاب نروح لها. جو كومبخون انا زادة خاطر كيفك نكرهها داري موحشة وعايشة فيها مع راجل نحب ولا يحبني ما نتكلموش وكان تكلمنا باش نتعاركوا من مرة لمرة وحاملة وساكتة وراضية على خاطر ما عندي حتى حد آخر نحب نجيب صغير. وبربي راجلك عينه في الصغير هذا ولا هي أول ما عرسنا هي ما توا ما عادش عنده كيف كيف زيد ناقص شنو تحب أنا تحب ان فيترو كي اعمل ان فيترو مهم اخرج من مخي دوكا نجم نسيك سؤال سانز انديسكريسيون ها تبي راجل كيما هكا عايش مع فرد لا تحب ولا يحبك موش معبرك علاش قاعده معاه وعلاش تحب يكون بولو ليد اللي تستنى فيه وانت تتصور لي انا تو مازال عندي كوراج باش نعاود حياتي من اول وجديد برا اعرف شكون ونحكي له حكايتي و استنى شبيك حتى نقص في روحك لاباس عليك حليلتك مازلت صغيرة وطبيبة يا اخي ما عندكش مراية في الدار تشوفش روحك ساعات حشمتني حشمتني حشمة تعمل غطسة؟ تعمل غطسة طوالي والله يعوم انا عوم في بو؟ هاي لله اول يدك في الحفظ والصون تو احنا عملنا اللي علينا الباقي على ربي ان شاء الله وريهم استنى عملك على على كيفين كيتات البيض ذوك تصور ياخت وطليب حتينا ياخت في واحد برك بيه زوز طفلة وطفل باهي طيب باش نخليك ترتاح نصيف ساعة تو نرجع لك ما ناسيكش 15 يوم جايين كلهم راحة تامة ودارت لي باش نقول لك عليها تمشي تعمل فيها لي زاناليز إن شاء الله فهمي دقيقة تليفون Thank you.
وي ليندا. وي يحيى. لاباس؟ هاي سيي. اه سيي؟ اه مبروك. ما شاء الله رب الوصل بالسالم. نحب نقابلك. كيفاش تشوفني بنتي وقت في الدار ارتاح شوية؟ لي نرتاح شوية وكيف نهبط من الكابينيت تاع الدكتور نكلمك. اوكي؟ اه باي باي. تسلم ليندا. Enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Bonjour. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Pum 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 pum. حضرت لك سلطة باش تاكل عليها صوابك. شنو ذاك؟ حوايج. حوايج بيبي؟ نوريك. شو؟ خيتهم اوني ساكس. كان جات طفلة تنجم تلبسهم، كان جات طفل ينجم يلبسهم. شو هذوما؟ سي مينيون. شاهد. محلو دوما أخذتهم عليك 20% شانس باش تحبلها. شنو 20%؟ شنو 20%؟ بل عليه ليندا عندك أقل من 20% شانس في عمرك اللي زانتيسيدان تاعك جاب ربي طبيبة وتعرف. حسيت المرة هذي باش تخطف ربي معايا. إن شاء الله ربي معاك. أما إحنا نوسوم دي سيانتيفيك ونحسبوها كيما عندك 20% شانس باش تحبل عندك 80% شانس باش متحبلش. سي ماتيماتيك. المرة هذي باش تخطف ولادي باش ينساهم الحوايج هذوكم ومش لازم في كل مرة تطيح لي المورال. مش تطيح لي في المورال. أما نحبكش تترفق في السماء باش تعمل لي ديبرسيون. فهمت؟ ما راهي ليك ما حبلتش تو نمشي على روحي. عزيزتي سي بور توا كش تو دي سا باش تبدا ديما واقفة على ساقيك. ثم سيناريو هكا ولا هكا واش بيك ما جاش صغير؟ شنو المشكل؟ وقتاش الريزلتا؟ لو 26. لو 26 أجي نفطر واي؟ واي؟ هيا مرتي الغالية تفضل، ساونا نعمل لك فيها سلطة. هاي. علي؟ ما عينيش. يحيى. يا بنتي شنو تعمل هون؟ أنت شنو تعمل هنا؟ نمشي يرقد في دارك. ها؟ لي يزيني من الدار نقعد غاديك على الانترنت من فورم لفورم وكل الجوج ما ذيك الكل مش تتعب راك انت لي سافا نجم نروح حتى ماما وقت نحب باهي انا جيت في قضيه هوني اما بون وليتك تو هو عندي بالنوفيل اللي هي اللي هي ربحت القضيه باش نرجع طبيب يزي سي فريمون كونتون بور توا عايش دونك جيت هوني باش نقابل مولا الكلينيك إذا كان دوسي تسكر إن شاء الله بالك شي فما إمكانية باش يجي نخدموني. مولا الكلينيك تقصد إسماعيل؟ دكتور إسماعيل بالمفتي. إي أونكادروري وبروفي عملت الانترنا عنده وأون بليس في الحكاية هذيا هو أكثر واحد وقف معي. دي قلدي وراجل حقيقة. إسماعيل بالمفتي باش يقف معاك ودي قلدي وراجل.
اسماعيل هو راجل اللي نحكي لك عليه ديما. جاتك تحكي؟ اي يا اخي ما قلتلكش انا ليندا بالمفتي؟ انا ما قلتليش. انا ذكر بمره كلمتي بالتليفون قلت لي اسمك ليندا بالحاجه. اي سي فري خاطر بالحاجه هو اللقب نتاعي قبل ما نعرس بيه، والناس الكل يعرفوني دكتور بالحاج. دونك دونك سوفون اي دونك سوفون سوفون نقول ليندا بالحاج. هلا شبيك تقلقت؟ لا ما تقلقتش. يحيى زلت ما لقيتش شيء؟ ما عنديش شنو. لاباسة؟ عملوا لي براكاج. شبيها عينك؟ تراوري؟ سافا سافا. الله الله الله. نجيب لك دواء نداويها لك؟ يا سيدي داويت. عملوك براكاج شنو هزولك؟ فلوس. خليو لك التليفون مونجيلا هم جنتي جماعه. مقصص وقته ليه؟ مانيش تتمقصص اما فهمتك. هذاك الكل على خاطرك طايح في قدرك مع الياس واللي ما يسويش. اليوم عينك هكا غدوه نجي نروح بيك من المركز. شنو تحب انت توا؟ نحبك تعمل شويه قدر وقيمه لروحك. هذا شنو نحب انا؟ نعمل قيمه وقدر روحي؟ عجبتك روحك انت يا خاف على مصلحتك. شبيك في بالكش الناس قاعدين تحكي عليك؟ انت تخاف على مصلحتي؟ انت عندك مصلحه واحده تخاف عليها هي مصلحتك انت. ولو كان مش تلوش باش تعمل صغير مني انا ما تخش معايا حتى نهار. شوفك الجينيتور الباهي اللي باش نجيب منه صغير. لا ما حشتيش. ما عجبكش الجينيتور؟ ما ان شاء الله اللي في كرشك هذاك اللي شدد بالبزاق ان شاء الله ما يخطفش. اللي شدد بالهم الازرق بالزراق سي با بوسيبل. توت اي بوسيبل. انت كبرت والوقت يلعب ضدك. تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك. هل تعرف تضحك؟ عاود هيلي عاود هيلي. وصيت نضحك خاطر أول مرة أنا خارجة وأنت مروح للدار. خارجة؟ الخارجة والهرجة والتبرطيع جاكوا في وقت التريتمون؟ أنت تشد فرشك وتريض ويا ربي شي يخطف لك هالحبالة هذي. خطاني إسماعيل. كثرت على ما وصلوك. حسدني في خارجة؟ في بالك غدوة الريزلتات تاع التيست؟ ما عنديش حق نتفرهد شوية؟ باهي ربي يخلص وحلك. اش فيها الكلب؟ ربي خلص واحد. قلت لك اختاني مانيش ناقصه ستريس نتاعك. اسمع نقول لك رسمي سهر اصحاب يخرجوا نصف الليل فوق. شنو بطلت؟ لا باش نخرجوا نص الليل. هاي بلا تو نخرجوا من بعضنا. زيد ويسكي في الكاف برا شوف بشبتوش الكل يقيني. أتوت ألوغ وين أنت؟ ألو يحيى لاباس؟ اي اي اسمعني نجمو نتقابلو بعد شويه. لا يسمعني انا انت قد بعدي بالكل راهو خلي يغدو ولا حاجه. امان جي بوزون دو توا. اوكي دونك تعطي لك. اوكي باي. اتوت شنو غريبتك الليله انت كلبستك نحيتك بدلتك حطيت الحطه شكون هذا توتالور؟ شو يهمك؟ أمان
كلمني كما هكا؟ طيح لي قدري؟ ايه عاد شو شكون اللي يحكي على القدر؟ شكون اللي مطيح قدر صاحبي انا ولا انت؟ مرة عاد شكون اللي الناس تحكي عليه من سهرية لسهرية ومن بار لبار؟ شكون اللي ما خليش طبيبة ولا فرملية ما دارش بيها؟ نعمل نحب إبا حطينا مليون شامل لي نحب اقعد اقعد ريت بنوي شغل ما عندك وين تمشي ليندا كلام فيك ليندا ايش حتى نضرب لها سارية أمانينا وهذه بلاد قرع ماشي متاع مدلينا يا أمانينا لاباس صباح الخير مدام صباح الخير خديجة لاباس لاباس عايشك أخي ما تقولي ليش وينك البارح وانت من وقتاش تسأل توحشتك مدام الله يخليك علي بلاصة قولي أنعم إسماعيل خرج أي افطر وخرج ما عندوش برش اسمعني نعم مدام تلهي لي اليوم بالكوجينة مليح الله يبارك كوني متهنية مدام وي مدام النجم غدوة ما نجيش علاش بيك لباسة؟ ليه لباسة؟ باش نحي الصغير يا أخي مش عطيتك حرابش وصيتك قداش من مرة ترد بالك؟ الله غالب يا مدام نسيت ما شربتهمش نهار ولا هي فني الله غالب توا كيف حصل الصغير؟ خليه كيفاش يا مدام باش نخليه؟ ما كي تعرفي الظروف هما أربعة صغار حايرة فيهم وفي ماكلتهم وشرابهم ولبستهم نزيد نكمل عليهم الخامس ها؟ وزيد لا عندي ليه لا وقت لا فلوس لا جهد بصراحة تعبت زيد خم ما غير ما نخم وزيد راجلي ما في بالوش والله يا مدام ورحمة باب لو كان يسمع بي حبلت إلا ما يشوم لي النهار هاني ساكت هذه جبت وحدك الصغيرة حكاية فارغة عندي راجل لا يفهم ولا يطعم زيد ما كمل عليا كان هو بالضرب وفكال الفلوس والسكرة يضربك؟ يضرب برك يضرب ويسب ويمرمد ويبدأ يرفس فيا حتى قدام أولادي ونكمل نزيد نقوله راني حبلة في الخامس إلا ما يقتلني ويخليهم يتامى إن شاء الله لبيس وهو كزي تخذ نهايرين زي ترتاح فيهم يعيشك يا مدام إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وإن شاء الله ربي يعمر حزامك بجاه النبي الو سي غيم لابو مرحبا مدام ليندا بالمفتي معك مرحبا مدام عندك ديزاناليز عندنا اي حبيت نعرف الريزولتا نتاع التيست دو غروسيس تيست دو غروسيس لحظه برك لحظه وي دقيقه مدام بي مدام الريزولتا خرج و you
خديجة تنسى الحرابش نهار ولا نهارين، تحبل وتمشي تنحي. أنا بدني خربته بالزريرق، خليتش حاجة ما عملتهاش. جينيكولوج مرشتو الكبدة متاعو، كذبوا الناس، كذبوا الناس، كذبوا الناس. تعرف شو عملت المرة اللي فاتت؟ مشيت شغلت شمعة في ولي، لندا طبيبة سيانتيفيك المثقفة، عطيني حاجة نصدقها، كهو نصدق لي أنا باش نولي أم، نولي أم. كلمة دون وصل دو ماش تعد بروحكك. تعرفش معليها منيش باش نولي أم، حتى حد ما هو باش يعيط لي ماما، حتى حد ما هو باش يقول لي أمي توحشتك. طفل صغير ولا طفلة صغيرة نغزر لها ونقول شو كيفاش تشبه لي. عبد نهار آخر يتفكرني يقول أمي كانت محليها. عايشك رضيت روحك عايشك. يعلق تصويرتي في دارو. علاش هكذا؟ كيف نموت؟ شكون باش يبكي عليا؟ يسري عايشك. شكون باش يبكي عليا؟ دريد عايشك. الدريد. شكون؟ باش تبكي عليا انت؟ اسماعيل خليني وحدي، خليني وحدي. عسلامة، عسلامة. بنية، هاي بنية. نجم مسها؟ أي. ملاك. ما احلى اسم. يعيشك يا خو بخاطرك. ما احلاها البنوته، ما احلاها. يعيشك. ما احلاها البنوته. يعيشك. هذو ما حوايج عزيز عليا برشا. نحبك تلبسهم هالكل. باهي يا مدام، يعيشك فضلك. الشهم شب ومحلاه. شو ربي يفضلك ما عندك يا مدام.
ما عنديش من غير ما تكملي. هذيك الدنيا ان شاء الله ربي عمل حزينك. ربي كريمة مدى سلام سلام. على خير إذا فما شكون يخرج من الدار نخرج أنا، تخرج أنت. أنا الدار هذي كرهتها. وين ناوية تمشي؟ بحظ أمي شوية حتى لين ناخد دار. وعليها زربة؟ مش زربة، وقيت جست أمها موش وقته، مازلت تعبة. كم نزيد نقعد لهنا باش نزيد نتعب. انت شوف انا شوف بالعشره مره لي مش معقول باش تخرج انت من دارك. تو نمشي انا نخرج شوف الناس كل. قلت لك الدار هذه كرهتها، ما عادش نجم نزيد فيها حتى دقيقه. كيما تحب، اذا تسحق اي شيء مستعد باش نعطيه لك. عندي فلوس تكفيني 100 سنه لقدام، وما عنديش كم شروط. قهوة يلزمنا نشوفوا تلقوا في ساعة في ساعة بالدار هذه ولا في الخدمة. اش باش تعمل؟ ناوي ناخذ كونجي و من بعد نشوف. مازلت ما نعرفش معناها. ما عادش نشوفك. ما كرهتنيش؟ باش نتوحشك. ايش عندي؟ ايش؟ تخليني شو عندي؟ فين ده؟ Je suis désolée, Ismaël. D'accord. Je dois partir. Thank you.